تخيل يا سالم، بني فارح يصير يستلم ابنه، جاي يقولوا لك خطفوا. انا زعلان على ابني مسكين، ما ادري من يلقاها، من هنا ولا من هنا. الاوله ماتت زوجته، والثانيه خطفوا ابنه، والثالثه يتهموا بالمخدرات وهروب من السجن. كل شويه والشرطه في الباب يدقدقوا، اينه غياث اينه غياث. لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما اقول لك الا كل خير، لا حال يدوم ولا مر يدوم، مهما ظلمت لابد ان يطلع الصبح. يا رب ان شاء الله. نستاذنك يا سالم، اسير افعل ركعتين لله في المسجد، اصلي يفرجها علي. يا رب انت اسبق وانا الحق بعدك.